يا هلا من الشيخ الاشقح ابن ساكر ابن قعبوب امير قبيله القعابيب في منزل الشاعر راضي بن غالي الى الشيخ عبد الله بن ناصر قنور، فبلغنا الشيخ الاشقح بان الرجل هذا يقدم له من يد الشيخ الاشقح الى يد ابن قنور. ويستاهل يستاهل يستاهل ابن قنور يستاهل. جزاه الله خير. على ما قال الاشقح غني عن التعريف، مو اللي عرف عليها انا او غيري، هذا غني عن التعريف، وحنا نتحلى في اخلاقه وفي رجوته وفي مسمته، وحنا المفروض نهديك. لكن انا الحقيقه طلبتك واطلبك الان انك توعدني يوما تجي في ديواني انت وبريخيك وانت شيخ عرب، ووجودك في ديواني ودخول ديواني مما يشرف ويشرفني انا ولا واحد من عيالك. وابي اروح واقول جزاك الله خير على الهديه اللي انت كلك هديه.